صادق أرزال صاحب حمام. أين المدرسة؟ في منطقة حي الحسني. التأثير ديال الحمام راه تأثير كارثي، لأن دابا تقريبا ما يفوق دابا تقريبا حنا راه غادي نوصلوا لواحد السنة وحنا نقول حنا غالقين، لأن من 16 كنظن من 16 مارس باش غلقنا. حنا مواطنين في هذه اللحظة وعانينا وقدرنا أننا مثلا نتماسكوا روسنا وحتى الشغيلة ديالنا تحملنا العيب ديالهم، ولكن هادشي تقل كهي ديالنا. رشيد محمد ضرب حمام تقليدي حمام الوفاء حي للمريم. حنا واحدين، كيفاش غيكونوا هاد الكساله الا كان رب الحمام هو واحد؟ اذا ما ادراك بالكساله غيكونوا اكثر. ما عرفتش انا هاد المشكل ديال هاد الحمامات واش كاين شي حاجه اللي فايته القياس. الا شفنا مثلا واحد الملاحظه ديال الطوبيس غيتقلب بالركاب، تنشوفوا هودوا غير الزنقه وشوفوا بعينيكم الاضرار. بعدا ضرينا في جيوبنا، دابا راه ولينا جعنا، دابا راه ما بقيناش، دابا راه ولينا دابا خلى هذاك راه كاين دابا اللي باغي يفتح دابا على الاقل خصو واحد 200 الف درهم بعدا باش يفتح المحل ديالو، لان اللي شو دار اللي كنخدموا بهم حنا راه مصوبين من الحديد، والحديد اشنا هو اللي كيجعل الحديد يبقى مزيان؟ هو السخونيه. دابا حنا الا بغينا غير نسخنوا غير باش داك الشوديره تبقى مزيانه غادي يوقف عليك المقدم ولا القايد يقول لك راه مخدم الحمام وغتولي كارثه. حنا دابا لي شودير تقريبا راه كل حمام راه فيه 6 شوديرات، والشوديره راه كدير واحد 20 الف درهم للشوديره، وحسبي 6 شوديرات 12 مليون هذيك، اذا 12 مليون هذه الاولى مشات. ناهيك على لا بلومبري ديالها، داك لي غوتيب ولا كشي ولي فان ودوك الماتيريال كامله. اذا باش غادي يمكن لي نحل خصني واحد 20 مليون باش نرد الحمام للطبيعه ديالو. حنا اليوم اللي كنطالبوا ما بقيناش كنطالبوا بالفتح، راه ولينا كنطالبوا بالتعويض. حنا خصنا نتعودوا على هاد الاضرار هذه. حنا كنا مواطنين وسدينا المحلات ديالنا، اذا اليوم الا بغاونا حنا نحلوا ونكونوا كنساهموا في واحد الاقتصاد وواحد النسيج اقتصادي، لان حنا كنشغلوا الناس والنسيج الاقتصادي حنا كنساهموا فيه، راه الشغيله اللي كيخرجوا اليوم راه حنا اللي الناس كنعمروا دوك الافواه. اذا اليوم حنا كنطلبوا من الناس المسؤولين ومن الحكومه باش تشوف هذا القطاع، لان قطاع كينتسب الصناعه التقليديه، وحتى حنا راه بحالنا بحال الصناع التقليديين خاصهم حتى حنايا يعطيونا واحد التعويض باش نرجعوا ثاني للحاله الطبيعيه ديالنا كما داروا مع الناس ديال السياحه، وعطاهم تعويضات وعطاو كل شيء بغاو يوقفوا على رجليهم باش يطلعوا، حيت الحمام مع الصباح بعدا راه ما كيخدمش. الناس يلاه اللي كيجيو للحمام ملي كنشوفوا الطاقه الاستيعابيه ديال الحمام تقدر تهز واحد 60 الناس، راه 60 الناس ما تكونش داخله كامله، راه كيدخلوا 5 3 4 وشي داخل شي خارج. إذا ما عمر ما غيكون عندنا الاكتضاد، وقتاش غيكون عندنا الاكتضاد؟ دابا اليوم حاليا دابا كنلقاو الناس دابا كيمشيو لبوزنيقة، علاش كيمشيو لبوزنيقة؟ وبوزنيقة شوف الاكتضاد كاين حدا الباب، ولكن كون حليتوا الحمامات كاملين هذاك الاكتضاد غيتفرق على هاد الحمامات كاملين، وبهذا الشكل غنكونوا حاولنا حنا دبرنا هاد القطاع هذا بطريقة عقلانية، والناس غيتفرقوا اللي في شي بلاصة غادي يعوم فيها، راه كاين اللي عنده معاق في الدار. شكون اللي كيعوموا لها؟ كيعوموا لها داك الكسال، كاين اللي عندها مريض، كاين اللي عندها هي ما مثلا عندها راجل كديه هي للحمام كتعطي للناس اللي يقوموا به. إذا اليوم حنا راه ولا عندنا واحد الطابو اللي حنا ساكتين عليه، راه المواطن ما قادينش يهضروا، والناس كيحشموا في هذه المسألة هذه. الحل بسيط، الحل هذا تيبان لي بسيط. حلوا الحماحم، ديروا التباعد، نديروا مثلا أشياء اللي كاينة بروتوكول اللي كانوا اتفقوا عليه اللي قالوا وزارة الصحة. وتنديروا حنا اكثر منه، حنا راه خايفين اكثر منهم، واش حنا ما تنخافوش من كورونا؟ واش هاد الكساله ما تيخافوش؟ راه كاين حتى حنا راه تنخافوا على صحتنا، يعني بالتالي راه حتى حنا غادي نحاولوا ما امكن غنتقاتلوا باش ما يكون حتى حاجه، ولكن كما يقال قطعوا الاعناق ولا قطعوا الارزاق.